بالأمس تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، وده تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بدء الخطوات الأولى لتنفيذ مقبرة الخالدين لرفات عظماء مصر. أكد رئيس الوزراء أن الخطوات هتتضمن عرضا للرؤية المتكاملة لعملية نقل جانب من المقابر بالمنطقة، وذلك بعد تقييم الموقف مع بدء عملية الإنشاءات لمقبرة الخالدين باعتبارها صرحا شاهدا على تقدير الوطن لعظمائه. لفت أيضا إلى اهتمام الحكومة باستكمال تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ على مكوناتها التي تعكس تاريخ الوطن وحضارته، مشددا على أن عملية نقل المقابر لا تمس الشكل التاريخي للمقابر العريقة، ومع نقلها هيكون هناك مراعاة لتنفيذ البدائل بشكل حضاري مماثل. المزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، تصبحوا طيبين. وحضرتك طيب أستاذ خالد، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر طبعا عن مقبرة الخالدين، هتكون فين وهينضم ليها إيه، هتكون محتواها إيه بالضبط؟ يعني طبعا هي مقبرة الخالدين اسمها هتكون مقبرة شاملة الخالدين، زي ما دولة الرئيس امبارح مرينا على مقبرة أحد الخالدين زي أحمد عرابي. يمكن الناس شافت الصور شكلها عامل إزاي زعيم من زعماء التاريخ المصري اللي بيشكر دايما في التاريخ وتظل يذكر في التاريخ، منظر مقبرته بهذا الشكل. فهتضم هذه مقبرة الخالدين، هتبقى حتى ممكن تبقى مزار سياحي كمان، فلسه موضوع التصميمات والتجهيز ليها يعني قيد التصميم. يعني يمكن الناس شافت المنظر عامل ازاي، ان في مقابر كتير جدا مليئه بالمياه الجوفيه، الشكل مش كويس. اعتقد ان في بعض الناس اقل تاثيرا في التاريخ في دول اخرى ليهم اماكن اكثر انضباطا من اللي احنا شفناه في المنظر ده امبارح. بالفعل الموضوع يعني ازاي احنا بنقول احنا بنعمل تنميه شامله على مستوى الدوله، ومن ضمنهم طبعا على راس التنميه دي محافظه القاهره. فازاي التنميه تبقى شامله وجوه قلب القاهره المنظر اللي الناس شايفاه. طب ده هيقودنا للحديث، اذا سمحت يا باشمهندس خالد، هيقودنا للحديث عن تطوير القاهره التاريخيه. قبل ان ننتقل الى هذا الموضوع سريعا بس، يعني مقبره الخالدين بالمفهوم كده هتضم كل عظماء مصر، يعني من كان ليهم اسهام في تاريخ مصر على مدار التاريخ بشكل قوي، ليس فقط طبعا الزعماء السياسيين ولكن يعني في كل المجالات المختلفه. القاهره التاريخيه كيف تختلف يعني بعد جهود التطوير من وجهه نظر حضرتك، وهل بالفعل هتتحول الى متحف مفتوح لكل الحضارات او كل يعني الاثار المصريه من العصور المختلفه بها؟ خلينا نشيل كلمه هل ونقول متى، يعني لان تمام. خلاص احنا اوريدي شغالين في هذا الموضوع وده هدفنا دلوقتي. خلينا نقول كلمه متى دي ايه البرهان ليها. احنا طبعا اشتغلنا، يمكن الناس كانت فاكره منطقه سور مجرى العيون، تتخيل منطقة كلها ورش للدباغة وصناعة الغرة على حوالي 94 فدان اللي دي مرحلة أولية اللي عملناها. دلوقتي بقى شكلها عامل ايه؟ يمكن الجولة بتاعت دولة الرئيس امبارح الناس شافت الشكل بقى عامل ايه؟ طبعا مش عارف هل الناس لسه فاكرة الشكل القديم كان شكله ايه؟ مزرية لدرجة ان احنا واحنا بنحفر الارض بتطلع انبعاثات كيميائيه كانت بتضايق العمال اللي شغالين واحنا بنحفر. نعم. الناس كانت عايشه ازاي في المكان ده؟ طبعا يعني كان الوضع صعب جدا. نقلنا 2000 اسره، 1000 منهم راحوا الاسمرات و1008 اسره طلبوا يروحوا مدينه بدر عشان يبقوا قريبين من مصانع بشوف كلمه ورشه لكلمه مصنع، مصانع الجلود اللي عملناها في الروبيكي. دي حاجه، الحاجه الثانيه نتكلم مثلا على روضه السيده امبارح لما دوله الرئيس راح طيبي، روضه السيده واحد، روضه السيده اثنين. كلمنا امبارح انتوا لسه ما بداتوش ليه؟ احنا كنا متفقين مع دوله الرئيس على ان احنا عندنا خمس مراحل من روضه السيده داخل كده زينب 2000 الثالثه والرابعه والخامسه. قلنا له فندم شغالين بالتوالي، لا مش اسمها توالي، اشتغلوا بالتوازي على طول عشان نقدر ده مع ده مع ده في نفس الوقت. نعم. نوصل يعني يمكن 30 برؤيتنا اللي احنا عايزينها بالظبط. يمكن دي من الحاجات الملحوظه ان دايما الدوله المصريه بتعمل في قطاعات عديده بالتوازي، مش حاجه بعد حاجه بعد حاجه، طبعا علشان سرعه الانتهاء من الاعمال المختلفه من اجل الشعور يعني بالتطوير الحقيقي، ودي نقطه مهمه جدا. بنشكر حضرتك باشمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه على وجودك معنا عبر الهاتف وعلى كل هذه الايضاحات يا فندم.